ومتابعة للحالة المدارية مشاهدينا الكرام في بحر العرب، معنا من الهيئة العامة للطيران المدني خالد بن أحمد الوهيبي، رئيس قسم التنبؤات العامة بالمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية. خالد، بعد صباح الخير، البيان الرابع يشير إلى الانخفاض، ما هي آخر التطورات التي لديكم حول هذه الحالة؟ صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. نعم، كما أشرت في الشعار الأخير الذي أصدرناه، الشعار الرابع، كانت خرائط الطقس ما زالت توضح استمرارية تراجع مستوى تصنيف الحالة المدارية. نعم. من مستوى منخفض عاصفة مدارية إلى منخفض مداري عميق، وما زالت سرعة الرياح تقدر ما بين 28 إلى 33 عقدة، حيث يتمركز حاليا على خط عرض 19 درجة شمالا وخط طول 63 شرقا، ويبعد المركز المنخفض المداري العميق حاليا عن جزيرة مصيرة حوالي 470 كيلومتر. ما زال المنخفض الجوي العميق يتحرك ببطء نحو سواحل السلطنة، نتوقع خلال 48 ساعة القادمة أن يتمركز بالقرب من سواحل السلطنة. طبعا الاحتمالات ما زالت موجودة بتدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع خلال 48 ساعة القادمة، مع فرصة لأمطار متفاوتة الغزارة على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وشمال الشرقية، وكذلك أجزاء من محافظة مسقط. كذلك هناك فرصة لتكون أو تشكل السحب الركامية على سلسلتي جبال الحجر الشرقي والغربي خلال فترة المساء. نعم. طيب، باقي المحافظات هل هناك فرصة يعني لهطول أمطار، سواء يعني متراوحة الغزارة سواء كانت بين الخفيفة أو غيرها؟ نعم، باقي المحافظات التوقعات تشير أو الاحتمالات تشير إلى امتداد السحب العالية والمتوسطة الارتفاع. أنا تركيز الحالة، التأثير الغير مباشر من الحالة هي على المحافظات اللي ذكرتها، اللي هي محافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى. التأثير المباشر هذا عليها. نعم، التأثير المباشر. نعم. محافظة جنوب الشرقية والوسطى وشمال الشرقية، وكذلك أجزاء من محافظة مسقط. نعم. طيب، الأمطار اللي بتكون يعني إن شاء الله متوقع هطولها، يعني ستتراوح بين الغزيرة وغيرها من التصنيفات، أم ستكون في حالة واحدة طوال الوقت؟ أيضا بالنسبة للرياح. نعم، بالنسبة للأمطار، أمطار متفاوتة الغزارة ما بين المتوسطة والغزيرة، هذا ما تشير إليه خرائط التنبؤات العددية حاليا. نعم. وسرعة الرياح. نعم، بالنسبة لسرعة الرياح، كما أشرنا يعني سابقا في المقابلات، أن الحالة الجوية تتحول إلى أو تتراجع إلى مستوى تصنيف أقل، فنتوقع أن المستوى العاصفة متحول حاليا إلى مستوى منخفض مداري عميق، ومن ثم إلى مستوى منخفض مداري، ومن ثم إلى مستوى منخفض. هنا سرعة الرياح تقل حول المركز طبعا مع اقتراب به من سواحل السلطنة، تأثيره يقل، لذلك نتوقع عبور للرياح على سواحل السلطنة خلال 48 ساعة. إنما نتوقع الاحتمال هنا هو امتداد السحب المصاحبة للمنخفض المداري العميق. متى يمكن أن نقول بأن هذه الحالة ستنتهي؟ ما زالت خلال 3 أيام القادمة المؤشرات تبين أن الحركة المنخفض حركة بطيئة، وما زالت تتحرك ببطء باتجاه سواحلنا. المؤشرات انها تضعف تدريجيا خلال حركتها باتجاه سواحل. نتوقع على يوم الاثنين القادم مشيئة الله تعالى كمنخفض او كحالة مدارية. خالد بن احمد الوهيبي، رئيس قسم التنبؤات العامة بالمديرية العامة للارصاد والملاحة الجوية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.